Vladimir Putin, you think he's a killer? يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع الثمن قريبا، يقصد بذلك تعزيز العقوبات التي يفرضها حلف الناتو على روسيا، لا سيما السلاح الجديد الذي علت أسهمه أبان الحرب في أوكرانيا وهو العملة الرقمية. حتى هذه العقوبات هي إعلان للحرب. فبعدما أطلق بايدن في بيان للرئاسة الأمريكية أمس مشروع دولار رقمي لفرض مزيد من الضوابط على روسيا التي بدورها تحاول التهرب من هذه العقوبات عبر استخدام عملة إلكترونية مشفرة لا تخضع للمصارف المركزية العالمية، فهل تتغير خريطة الحرب الأمريكية الجديدة على روسيا من خلال الدولار الرقمي؟ الدولار الرقمي هو عملة رقمية مركزية للدولار الأمريكي، سيكون للمدفوعات الإلكترونية الفورية العالمية التي تتخطى الحدود بين الأفراد والشركات من دون الحاجة للوساطة البنكية، وتساوي قيمته قيمة الدولار النقدي. وتتلخص أبرز ميزات الدولار الرقمي في أنه سلاح إلكتروني جديد في الحرب الأوكرانية الروسية، إذ يساعد على تجديد الحصار على العملة الإلكترونية المشفرة التي يستخدمها الروس حاليا هربا من العقوبات، وذلك لأن العملة المشفرة لا تخضع للنظام المالي العالمي ولا يستطيع المصرف المركزي الأمريكي ضبطها على عكس العملة الرقمية. إذن هي حرب عملات رقمية أمريكية تنافس العملات المشفرة الروسية، وهو سلاح ضغط جديد في الحرب على روسيا. من بعد ما بلشت الحرب الروسية على أوكرانيا تعرضت روسيا لعدة عقوبات، بينات عقوبات مالية اقتصادية ومتعلقة بالبنوك. هذا الشيء دفع بروسيا تتفتش على البديل المالي تتقدر تكون عم تعمل المعاملات المالية تبولها. البديل راح بنسبة كتير كبيرة على موضوع العملات المشفرة وتحديدا موضوع البيتكوين، وهذا الشيء كمان شفناه من ناحية أوكرانيا كمان، لأنه أوكرانيا كمان كان بدها الدعم المالي تيدعم العمليات العسكرية تبعيتها، لأنه بكل بساطة العملات المشفرة هي decentralized، هي غير مركزية، لا مركزية، ما بتخضع لقوانين أي دولة بالعالم. ردا على هذا الموضوع شفنا الولايات المتحدة أخذت إجراءين كتير سريعين بالموضوع، هن بلشت فيهم قبل، بس الحرب الروسية الأوكرانية سرعت بالمواضيع. أول موضوع طرحوا موضوع الدولار الرقمي. الدولار الرقمي اللي تقدر نشرحه بشكل كتير بسيط، هو نفس الشيء مثل الدولار العادي بس رقمي اللي هو ديجيتال. نحن مثل ما بيكون عنا بالولد تبعيتنا أو بجزدان تبعونا بيكون في يمكن مثلا 100 دولار عملة ورقية موجودة بولت عادية، نحن عنا ديجيتال وولت، أي هي بتكون أبليكيشن عنا على التليفون موجود فيها كمان نفس الإيميل اللي هو 100 دولار. فالفرق بين العملة الرقمية والعملة المشفرة إنه هذه العملة الرقمية هي ذاتها مثل العملة الورقية، عنده نفس القيمة، بيخضع للبنك المركزي الأمريكاني، وعنده نفس القيمة بكل بلدان العالم، لأنه يلي بيعترف بالدولار الورقي بيعترف بالدولار الديجيتال. بينما إذا بنجي بنقارن الدولار الديجيتال دولار للعملات المشفرة، هن اللي بيجمعهم بس إنه اثنيناتهم ديجيتال، بس الفرق إنه العملات المشفرة مثل ما قلنا هي decentralized، ما بتخضع لولا أي قانون، ما بتخضع لولا أي بنك مركزي. منذ أيام أكد وزير المال الفرنسي برونو لوماغ أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت إلى شن حرب اقتصادية ومالية شاملة على روسيا. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. لكن سرعان ما تراجع وزير المال الفرنسي عن تصريحاته في اليوم التالي قائلا إنها لم تكن مناسبة. وفي حين يبدأ بايدن صراعا مع الوقت أبان الحرب الروسية الأوكرانية عبر استخدام الدولار الرقمي لمحاصرة الأغنياء الروس الذين يستخدمون الروبل الروسي المشفر هربا من العقوبات، هل نشهد أيضا في الأيام المقبلة حربا مالية افتراضية؟ زهراء فردون، قناة الجديد.